السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير واموركم على خير يا ربي. اليوم مع فيديو جديد. اليوم ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الروتين ديالي المسائي. هانتوما كي كتشوفوا، اول حاجه باغا نقولها لكم هو الفياق بكري. الفياق بكري هو عامل مهم الصراحه باش ننظموا وقتنا، ننظموا حياتنا. مثلا بغينا نقضيو اغراضنا الصباح كندوزو في الشقة، نطيبو غديوة ديالنا، نديوها في وليداتنا، العشية كتبقى عليك كاملة ديري اللي بغيتي. نتوما كي كتشوفو والكوزينة كذلك، غير كنتغداو هكا، كنجمع المعينات، كنغسلهم، كنرد كل حاجة بلاصتها، كنقي كوزينتي حيت انا عندي كوزينه كي كتشوفوا، عندي كوزينه محلوله خصها ديما تكون نقيه. اصلا الا كانت الكوزينه نقيه راه بحال تنقات الدار كامله. السيجور تا هو كي كتشوفوا كلشي مقاد. انا الصراحه وليداتي ما حرمهمش هكا من اللعب، او لا مثلا الالعاب ديالهم ولا كيديروا اللي بغاو في بيتهم، كنقول لهم ساليو وجمعوا الالعاب. بالنسبه للجميع ديال المانط وهذا انا اللي كنديرو، ولكن بالنسبه للالعاب كنقول لهم نتوما اللي غادي تكلفوا بالالعاب ديالكم. صافي دابا ان شاء الله غادي ندخل معكم الكوزينه. المهم حنا ندورو الثنايا وندخلوا الكوزينه. ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد لاصوب كتجي غزاله واقتصاديه، وغادي نشارك معكم فطائر تركيه حتى هي زوينه، وغادي نشارك معكم واحد الماسك. يلا خليكم معايا. دابا ان شاء الله غادي ندوز معكم المقادير ديال هاد الشوربه. عندي هنا جوج خزوات محكوكين، عندي ربع ديال الصدر ديال الدجاج اولا لدان، عندي هنا بصله كبيره مشلطه، عندي هنا شامبينيون نوار درته في الماء طايب وغسلته مزيان وقطعته صغير، وعندي هنا شويه ديال الفيرميسي انا كنستعمل هذه ديال الروس كتكون زوينه، درت غير هذه بوحده اللي درت، وعندي الزيت الروميه سكينجبير مليحه بزاف. دابا خديت هنا الطنجره غادي نشعل ليها، غادي ندير تقريبا جوج معالق كبار ديال الزيت الروميه، غادي ندير ديك البصله كبيره مشلطه، غادي نشحرها شويه ونزيد عليها الصدر ديال الدجاج. انا بعد ما تقليت ديك البصيله طاحت شويه، غادي نزيد داك الصدر ديال الدجاج. غادي نزيد تقريبا معلقه صغيره ديال السكينجبير، كتشوفوا انا بعد ما تشحر لي داك لاباز مع البصيله غادي ندير ليه الماء الكافي وغادي نسد عليه. صافي دابا غادي نسد عليها حتى يطبخ ونرجع لكم. هنا بعد ما طلع الماء غادي نزيد جوج خزوات المحكوكين، غادي
وهنايا درت بصله كبيره مشلضه ودرت واحد الفلفله حلوه مقطعه صغيره مليحه والزهر وشويه ديال الخرقل البنتي لازم ما غيتشحروا لينا مزيان غادي نزيد عليهم الحصان انا بعد ما زدت الكفته انا البصله والفلفله الحلوه غادي نشحرهم بشويه وغادي نطفي عليهم حتى تبرد ليا الحشوه وغادي نزيد ان شاء الله في شويه ديال الفرماج حمر الحكوك حتى تبرد دابا ان شاء الله غادي ندوز معكم العجينه هنا بالنسبه للعجين ديال هاد الفطائر عندي هنا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق كيسان ديال العنبه عندي هنا معلقه صغيره ديال خميره الحلويات عندي هنا راس معلقه ديال السنيده ونص معلقه ديال الملحه لان الحشوه فيها حتى هي الملحه عندي هنا 7 ديال المعالق ديال الزيت كاس د الماء واحد البيضه غادي ندير داك السنيده مع الملح غادي ندير 7 د المعالق ديال الزيت دابا غادي نبدا نرمل في هذا الدقيق مع هذا الزيت دابا غادي نحرك ديك البيضه وغنزيد وغادي نبدا نزيد الماء باش تجمع ليا العجينة هنا بعد ما جمعت ليا العجينة كي كتشوفو هي راه تقريبا بحال لا بات بريزي دابا ان شاء الله غادي نقسمها على 6 هنا بعد ما عبرتهم درت فيهم تقريبا 124 غرام الوحده غادي نخليهم تقريبا 5 ديال الدقائق يرتاحوا ليا وغادي نرجع نسرحهم ونطيبهم ديريكت لان ما كيخمروش خليهم غير يرتاحوا باش دغيا تتلفوا ليا فاش نسرحهم دابا بعد ما طاب داك خيزون زعما الصراحه دغيا كطيب هاد لاصو غادي نزيد الشامبينيون نوار وغادي نزيد الشعريه الصينيه غادي نخليها شويه وغادي ندورها بالدقيق بحال الشكل ديال الحريره الحامضة دابا ان شاء الله غادي نبدا نزيد الدقيق دابا بعد ما درت الدقيق غادي نخليها 5 ديال الدقائق وغادي نطفي عليها هنا بعد ما ارتاحت ليا العجينه هنا العمر قسمتها على 3 لان غادي ندير غادي تشوفوا معايا غادي نرش الدقيق
مشيت قد السخ كي كتشوفوا. دابا غادي نبدا نحط انا الحشوة. بالنسبة لهاد الجنيبات غادي نبقى نديرهم شوية ديال الماء باش يلصق ليا فوق العجين الاخر. غادي نحك عليها شوية ديال الفرماج حمر. غادي نهز العجينة اللي كنت سرحت قبل وغادي نديرها فوق منها. هنا راني ندير المقله كتسخن غادي نتهناها بالزيت. غادي نهزها بعد ما تعشينا الحمد لله دزت كنقي الكوزينة باش نبيتها نقية. دزت مسحت الفورنو غسلت هنا حوض الغسيل بتيدو جافيل باش كيتنقى ليا مزيان وكيصبح ليا نقي. كنحكو هكا بتيدو جافيل وكنشدلو كنمسحو مزيان مكنخليش فيه قطرة ديال الماء باش ميبقاوش هدوك النقيطات متراسين. دابا ان شاء الله ندوز الكوماج. بالقماج عندي هنا معلقه كبيره ديال القهوه. انا كنستعمل لي كابسول كيبقاو ليا. عندي معلقه صغيره ديال السنيده ومعلقه كبيره ديال الزيت البلديه. غادي نخلط القهوه مع السنيده ومن بعد غادي نزيد عليهم الزيت البلديه. بالنسبه للقهوه مكون طبيعي متواجد في اي دار عندها فوائد كثيره للبشره ديالنا. كتجدد لنا خلايا البشره كتوحد لينا اللون وكتنظف لينا المسام من العمق وكتحيد لينا الجلد الميت وكتعطينا رطوبه ونضاره في الوجه ديالنا. دابا بعد ما غادي نخلطهم غادي نديروا ليدي ووجهي. بعد ما كنديروا كنخليه 3 ديال الدقائق وكنبدا نقومي حركات دائريه بشويه باش نحاول ما نجرحش البشره ديالي لان السنيده كتكون هكا حرشه. صافي من بعد غادي نغسلهم وغادي نشف وجهي وغادي ندير من بعد ان شاء الله الماسك. بس
بالنسبة للماسك عندي هنا ياغورت طبيعي غادي نستعمل منه غير معلقة كبيرة. بالنسبة للياغورت الطبيعي نقدروا نخلطوه مع بزاف ديال الحوايج، نقدروا نديروا مع الخرقوم بلدي، الرز مطحون، مايزينا، القهوة، الحمص مطحون، صراحة كيعطي نتيجة غزالة. عندي هنا معلقة من الحمص مطحون غربلته لان كيكونوا فيه دوك الحبيبات يقدروا يجرحوا لنا البشرة ديالنا، وعندي هنا معلقة صغيرة ديال المايزينا. غادي نخلطهم مع معلقة كبيرة ديال الياغورت طبيعي، نخلطهم مزيان تيتجان سوليا، وندوز نابليكيهم على وجهي وايدي. كيف تعرفوا دابا يلاه في هذا الصيف يعني كنكونوا باقي شادين اللون. صافي غنديرو وجهي، غادي نخليهم تقريبا 20 دقيقة وغادي نغسل وجهي وغادي نرطبو. صراحة كيعطيو نتيجة غزالة. نحاولو ما نساوش راسنا. هانتوما كنديرو لي ماسك طبيعيين ما كيديو لينا والو، كلشي عندنا في الدار نحيدو غير العجز. هي احسن لحظه عندي في النهار، حتى كنسالي شغالاتي كنمشي ندير ليا شي ماسك، ما كننساش راسي، كنحاول ندير غير نص على راسي، نطلع في راسي هكا نمشي نتفرج، نقعد شويه نتفرج ترونكيل مع راسي. نتوما في الازواج ديالنا حتى هما كيبغيونا نعطيو شي ديال الاهتمام، نعطيوهم وقت، نهضروا معاهم. وهذا ما كان كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. شاركت معكم الروتين ديالي المسائي، كل مره شنو كنطيب، كل مره شنو كندير. كيف قلت لكم انا من الاساسيات عندي انه ناكلو في الوقت، الوليدات ينعسو في الوقت. هكا حضرت بكلية نقية باش ماشي نصبح على روينا، كوزينتي تكون نقية، منبيتش المايونيز. كندير هكا لي ماسك مره مره، ماشي ديما، تقريبا مره في 3 ايام هكا كندير هكا لي ماسك لوجهي. بعد ما كنغسل الماسك كنرطب وجهي، كنرطب ايدي، رجلي. صافي هذا ما كان. يلا كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بالسلامه.